بتعمل ايه هنا؟ انا هنا عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جاي بالدبدوب ده العلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اه اطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا اونكل. الله ينور عليك يا استاذ سعد، الله ينور عليك. ما هو اصل الحكايه ايه؟ ما اصل دول واعين مع دول وعمالين يضربوا في دول وبعدين يتحالفوا مع دول عشان يخلصوا على دول، وفي الاخر ايه؟ لا هنلاقي دول ولا هنلاقي دول، ولا انا بتكلم غلط؟ على الضوء، على ورقه، على وصل امانه. لا لا لا، امال ايه؟ شوف يا سيد، باختصار شديد جدا. ايوه، في واحد مأذون حي هنا دلوقتي. ايوه، طمبي. اه، يومين ثلاثه ويجي نفس المأذون. ايوه، طمبي. اه، وخلاص. دي البطيخه. بطيخه ايه يا سيد؟ مش بتقولي فزوره حضرتك؟ زوتين. امال ايه؟ انا شفتك في الفوازير على فكره. وزير ايه؟ وزير فوازير رمضان في التلفزيون، كانت الف ليله وليله بانوا زمان مش دلوقتي. انت ايه اللي شغالك في الحاجات دي؟ مش فاهم. اشتغل يعني. اشتغل في محمد رسول الله. كان اسمك ايه؟ الملك بعجورة باين. بعجورة. مش بعجورة. انت بيبقوا ليكوا اسامي عجيبة كده. كان اسمك الملك ايه؟ قول على مسؤوليتي ما تخافش. ملك ايه؟ كهلان. وفرحان قوي. ملك كهلان. مش كهل واحد، اثنين. سيد. نعم. نعم. طب اروح؟ طب حواد وشي اللحيات وقول انت. اهلا وسهلا. انتوا قاعدين كده ليه؟ انتوا مستنيين تحلقوا ولا ايه؟ زي اللي قاعدين عند الحلاق. يلا شد حيلك اهو. أنا هسماكوا الحلزونة عشان الحلزونة عزيزة عليا شوية. الحلزونة يما الحلزونة، الحلزونة يما الحلزونة، خبيني يما يا حلزونة. الحلزونة انتحرت، كانت تعبانة تعبانة تعبانة، والحلزون خبطته عربية في ميدان التحرير. ميدان التحرير، ميدان التحرير. كان بيعدي الشارع، كان بيعدي الشارع وباصص يمين، كان السنونو واقف في نونو. سنونو بينونو هناك، اصل الميدان كان فيه زحمه كمان، وانسان غلبان
خارج من شغله تعبان، ما كله فوق بعضه، كله فوق بعضه. واديها يا انسان، اديها في الكاليتش كمان. تعرف الساعة اللي معدي بكام؟ 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 ها بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل. ابوك شرفكم. وريني كده ورقة الاسئلة دي، عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختاري، ما عملتوش. ايه في حاجة؟ مبروك يا بابا، مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صائد؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه؟ انا نجح، انا نجح. برجان احمد برجان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافه والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتوره جيهان مراد. تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكة، الشبكة. عشان الفالنتاينز دي يا اونكل. ما عندناش حد بالاسم ده. ده عيد الحب يا اونكل. وجاي تحب مين هنا ان شاء الله؟ انا جاي بالدبدوب ده لعلياء، يا ريت تطلع لها حضرتك وتقول لها تامر عاوزك. اه تطلع لها وقول لها ان تامر عايزك. اطلع لها. لا انت قلت لي اسمه ايه ده؟ دبدوب يا اونكل. Oh, my God.
مبرر.